اهلا بيكم طلابي الاعزاء، ودرسنا النهارده هيكون عباره عن مراجعه على درس عمر بن العاص وعبد الله بن ابي السرح، وهنبتدي دلوقتي باهم المفاهيم الوارده في الدرس. اولا معنى والي. والي هو لقب بيطلق على اي حاكم يعينه خليفه المسلمين على اي ولايه تابعه للدوله الاسلاميه. الفسطاط هي كلمة معناها الخيمة الكبيرة، وهو الاسم الذي أطلق على العاصمة التي أسسها عمر بن العاص بعد فتح مصر. معنى ضرائب هي مقدار من المال واجب على المواطنين لمساعدة الدولة على القيام بوظائفها المختلفة. أما أسطول حربي فمعناها هي مجموعة من السفن الحربية التي تمتلكها الدولة لحماية سواحلها وحدودها. معركة سبيطلة هي معركة كانت بين جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن أبي السرح ضد البيزنطيين، وانتهت بانتصار المسلمين. أما معركة ذات الصواري هي كانت في عام 34 هجريا، ودارت بين الأسطول الإسلامي بقيادة عبد الله بن أبي السرح والأسطول البيزنطي، وانتهت بانتصار الأسطول الإسلامي. بعد ما تعرفنا على أهم المفاهيم، تعالوا بينا نتذكر شوية أسئلة كانت بتستضيفنا في الدرس. السؤال الأول بيقول أكمل ما يأتي. هو أول والي عربي حكم مصر؟ تمام، هو عمر بن العاص. عمر بن العاص هداه الله للإسلام بعد الصلح، تمام، الحديبية. من إنجازات عمر بن العاص رضي الله عنه بناء مدينة الفسطاط. غزا عبد الله بن أبي السرح بلاد النوبة حتى بلغ دنقلة في عام 31 هجرية. السؤال الثاني عندنا بيقول ضع كلمة صح أو كلمة خطأ أمام العبارات الآتية. انتصر عمر بن العاص على الروم في معركة أجنادين بالشام، طبعا الإجابة خاطئة. حفر عمر بن العاص قناة خليج أمير المؤمنين بأمر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، طبعا الإجابة صحيحة. بنى عبد الله بن أبي السرح أول أسطول إسلامي تجاري، طبعا الإجابة خاطئة، والأسطول كان حربي. السؤال بعد كده بيقول بما تفسر اتخذ عمر بن العاص الفسطاط بدلا من الإسكندرية عاصمة للبلاد؟ الإجابة حتى لا يكون بين الخليفة ومصر عائقا مائي، ولقرب الإسكندرية من الروم وبعدها عن مركز الخلافة في المدينة المنورة. بما تفسر حفر عمر بن العاص خليج أمير المؤمنين؟ طبعا لتأمين الاتصال بين مصر والمدينة المنورة، ولنقل التجارة والبضائع. بما تفسر أنشأ عمر بن العاص مقياسا على النيل؟ تمام، لتحديد مقدار الضرائب. بما تفسر أطلق على معركة ذات الصواري هذا الاسم؟ لكثرة صواري السفن التي اشتركت في المعركة، كلنا عارفين ان اشترك فيها اكثر من 1000 سفينة، كان فيها 200 سفينة للمسلمين فقط. ما المقصود بكل من ضرائب؟ هي مقدار من المال واجب على المواطنين لمساعدة الدولة على القيام بوظائفها المختلفة. اما الاسطول الحربي فهي مجموعة من السفن الحربية التي تمتلكها الدولة لحماية سواحلها وحدودها. بكده نكون انتهينا من درس النهاردة، مع نفهم نتعلم ببساطة.